الوطني احتفت بتطوان جمعية الأعمال الاجتماعية لوزارة الإسكان وسياسة المدينة بنساء هذا القطاع الحيوي وتكريمهن على جهدهن وعطائهن بمناسبة اليوم العالمي للمرأة. فن الشكل العلوي عبد العالي قنوني ويوسف زياني. نساء قطاع الإسكان وسياسة المدينة واحتفاء بمجهودتهن وطنيا جهويا وإقليميا بتطوان في ذكرى عيد المرأة، احتفال يبرز العديد من مكتسبات هذا القطاع الذي يشغل 411 موظفة في مناصب ومسؤوليات متعددة بنسبة 43% من عدد العاملين بالقطاع. حفلة غير مكتسبات هامة إصلاح الدستورية والقانونية، أخيرها مشروع القانون اللي يتعلق بالسلاليات، يعترف المرأة السلالية بالحقوق ديالها، ولكن المسار لازال طويلا. مكرمات للعدد ديالهم هذا العام أكثر من 44 امرأة، وتختار من بينهن امرأة السنة نظرا للعطاءات ديالها، نظرا للخصوصيات ديالها، نظرا يعني للتجديد والتطوير العمل. احتفالية النساء الإسكانيات باليوم العالمي للمرأة توجت العديد من النساء تشجيعا لهن على مجهودتهن للرقي بهذا القطاع خدمة للمواطن، تتويج منح لقب شخصية الدورة لمن تميزت بعطائها خلال سنة كاملة. المرأة في قطاع الإسكان أنها تقاب العمل ديالها وترتفع به، والخدمات الخدمة اللي كيديها هذا القطاع سواء في المجال الاجتماعي في الإسكان وفي محاربة السكن غير لائق. أنا سعيدة جدا بتتويجي كمرأة السنة 2019، وسعيدة جدا بجميلتي الصعيد المحلي والصعيد الوطني. لأجل عطائهن إذن وبغية مواصلة اجتهادهن بقطاع الإسكان وسياسة المدينة في عيد المرأة، احتفاء وتتويج وتكريم من تطوان لكل العاملات بمجال الإسكان وسياسة المدينة.